نحن سعداء بأن نكون هنا تحت ظل كسوة الكعبة المشرفة. هذا الجزء من الكسوة الذي يغطي باب الكعبة ويغطي الجزء الشمالي منها تم إهداؤه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في عام 1983 إلى الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت هو يحتل هذا المكان البارز في صالات الأمم المتحدة. في عام 2014 أثناء تجديد المبنى الشامل للأمم المتحدة أنزلت هذه الكسوة ونقلت إلى المملكة العربية السعودية وتم تجديدها وتنشيطها وتنظيفها وإعادة إبراز ملامحها وأعيدت مرة أخرى وأعيد نصبها في الموقع نفسه في عام 2015 في حفل حضره السيد بان كي مون. طبعا الكعبة المشرفة تحظى بالكسوة منذ مئات السنين من أكثر من 1500 سنة وهي تحظى بكسوة، ولكن كسوة الكعبة لم تنتظم إلا في العهد السعودي حيث انشئ مصنع مخصص لإنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وهذا المصنع ينتج في كل سنة كسوتين، كسوة تلبس بها الكعبة المشرفة وكسوة أخرى تبقى في الاحتياط، ويجدد تغير هذه الكسوة في كل عام قبل موسم الحج من كل عام. فنحن نتشرف بأن يكون للمملكة العربية السعودية شرف خدمة الحرمين وشرف كسوة الكعبة المشرفة، وأن تكون هذه القطعة جزءا من التراث الجمالي والفني في الأمم المتحدة.